الشكوى بتاعتي، حتى لو ما كانش شكوتي بتكون برضه عليا من رئيس الجمهوريه نفسه بطريقه مباشره او غير مباشره. شكرا. اشكرك يا استاذ احمد، والحقيقه الموضوع ده موضوع يعني كل المصريين عانينا منه، وانا احد الناس اللي عشت عمر طويل واعاني منه، ولذلك من خطتي ان شاء الله الى اختار الشعب بيت المنصب ان يكون في كل محافظه مكان يعين فيه شخص انا مسؤول عنه واتابعه بنفسي عن طريق الساعد الفكري او مملوك، اتابعه بنفسي اسبوعيا لاعرف ما الذي وصل اليه. انا مش عايز اكلم المواطن اللي في كفر الشيخ اللي طلع عليه شكوى، المواطن في كفر الشيخ اللي حاب يتلقى مني شكوى في كفر الشيخ، بس المواطن ما يقدمش شكواه زي ما حصل معايا الاسبوع اللي فات وانا في احدى محافظات الصعيد مش عايز اقول اسمها، جاي واحد يشتكي شكوى مره تك 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 ما ظل وقع عليه، قلت له طيب بل لا قدم شكوى، قال لي ايوه، قلت له قال لي اول امبارح، قلت له يا راجل ده اول امبارح قدمت الشكوى، قال لي قدمت شكوى للجندوري، امتى؟ قال لي اول امبارح، قلت له قدمت الشكوى للجندوري اول امبارح وعايز ادخل اتحلت النهارده، قال لي لا انا بقول لك تساعدني تحلها وتاني شويه الورق. انا يعني اللي قدرت اعمله وعملته، لكن انا عايز المواطن المصري يبقى عارف وجاء مصر يعلن له هذا انه في مكان يقدم فيه شكوى في محافظته ويدي للدوله وقت تحل شكوى. بس عايز اقول لحضرتك حاجه يا احمد، اللي شكوى فيها حق باذن الله سيصل اليه حقه، اللي شكوى ما فيهاش حق لازم يعلم انه لم يصل اليه اللي بيطلبه لانه لا حق له فيه، لكن نغلف على بعض ونشوش على بعض وكل واحد لم يتحقق له مطلبه. كنت هنا في على طول يا سنين من يومين واحد وقف يقول لي على شكوى خطيره، ايه طلعت ايه الشكوى؟ انه ساكن في بيت معبدين مش مكفيه هو وبنته اللي اتجوزت معاه، فعايز شقه في 6 اكتوبر لبنته اللي اتجوزت معاه. قلت له ده مش طلب، ده مش شكوى، ده مش شكوى، دي مساله تدبرها انت او يدبرها قرايبك او تدبرها اسرتك. فالشكاوى تصل الى رئيس الجمهوريه حتى لو كانت من تصرف من تصرفاته، وسوف يصل الحق الى صاحبه باذن الله. من كليه الهندسه للاستاذ محمد عبد الوهاب، كليه الهندسه جامعه القاهره، موجود؟ موجود؟ مش موجود؟ هو بيقول او سؤاله لحضرتك دكتور سليم العوا شايف مين يستحق يكون رئيس جمهوريه غير دكتور سليم العوا؟ سؤال افتراضي، لو انا كنت مش مرشح كنت والله نصحتك نصيحه مخلصه جدا، لكن انا مرشح وشايف ان انا اكثر واحد استاهل اوائل الجمهوريه. اول حاجه سؤالي عن الحلايب الشلاتين، انا عايز اعرف قصه حضرتك في البرنامج عن الحلايب الشلاتين. الناس اللي ولا عندهم شهادات ميلاد ولا عندهم بطايق ولا يعرفوا ايه كلمه مش عايشين. هل حضرتك المواطنين اللي عايشين في حلايب الشلاتين ماذا يعني أعرف بس بص احتاج حضرتك، يعني احنا في الدور السابق الناس دي مش عايشة بجد، أنا عايز أعرف بس حضرتك تعرف مين الناس اللي حاليا مش شايفة، حضرتك رحت هناك، حضرتك تعرف الناس دي عايشة ازاي، حضرتك تعرف إن هم ما عندهمش مدارس، عايز أعرف بس إيه دخل حضرتك في البلد؟ شكرا. طيب أنا زعلانة إن هي مريم بس يعني البحر الأحمر وعايشة مريم. أنا أشكرك جدا يا مريم، أنا رحت حلايب الشلاتين من الناحيتين يا مريم، انا رحت حلايب الشلاتين من السودان قبل ما اروح مصر، لان مصر كانت منع المصريين ان يعبروا الخط الذي يفصل بين الوادي وبين حلايب الشلاتين، وفي قوات جيش في عهد حسني مبارك كانت تمنعنا من المرور الى هناك، فانا زرت حلايب الشلاتين عن طريق السودان قبل ان ازور النوبه وباقي ارضها عن طريق مصر. حلايب الشلاتين مش لوحدهم يا مريم، حلايب الشلاتين سيناء الوادي اللي هو الصحراء الغربيه من كيلو 171 لغايه ليبيا، الواحات الاربعه سيوه والداخله والخارجه والفرافره، هذه المناطق كلها اهلها اذا ارادوا ان يستخرجوا بطاقه بشكل انفس وفي الغالب ما يقدروش، اذا ارادوا ان يستخرجوا رخصه لقياده السياره وهم لا يستغنون عن السيارات في المناطق دي لانهم في طريقه ثانيه للمواصله، في الغالب لا يستطيعون واغلبهم بيسوقوا السيارات بدون رخص وبدون ارقام لان السياره اللي مش مرخصه بلاش رقم. املاكهم اللي بيسكنوا فيها يا مريم بقالهم الاف السنين، اهلنا في سينا، العرب في سينا يسكنون سينا منذ 6 قرون قبل ميلاد المسيح. 6 قرون قبل ميلاد المسيح يعني 1200 سنه الان، ومع ذلك لا يملك احد الا النذر اليسير الارض اللي هي ارض اجداده او البيت اللي هو بنيه او امه بنياه او جده بنيه، لا يملك احد.
احد هذه الاشياء. ليه؟ لانه لا يكون تسكين الارض في سيناء باوامر اصدرها من مين اصدرها؟ المستعمر البريطاني سنه 1883 بعد رحله نعوم بيك شقير مع رجال المخابرات البريطانيه، الا ان تجد لنا كتاب عظيم من 900 صفحه او اكثر اسمه تاريخ سيناء، والتوصيات في اخره عدم السماح بعبور ابناء مصر الوادي الى سيناء، والعكس عدم ادخال ابناء سيناء الى الشرطه او الجيش، عدم تمليك الارض وابار المياه لابناء سيناء مع ابقاء الموجود منها. يعني ايه؟ خلاص اللي اتوجد اتوجد، الباقي يموت من الجوع. هذا من 1883 مطبق الى اليوم، انا كنت في سيناء من 3 اسابيع وهذا مطبق الى اليوم. انا يا مريم اذا اختار الشعب لهذه المساله من مزاجي في 100 يوم الاولى على الروايه الامريكيه، كل واحد يجيبه في التلفزيون هتعمل ايه في اول 100 يوم؟ وانا بتريق على السؤال ده، بس ده سؤال بجد مستريح مما سافعله في اول توليه امر هذا الوطن اذا وليته، ان الاوضاع الظالمه للانسان في حلايب سنتين في النوبه في سينا في الصحراء الغربيه من كيلو 171 لغايه الشلوق في الواحات الاربع ستنتهي فورا. دي مش عايزه قوانين ولا عايزه سحر ولا عايزه اراده حديديه، دي عايزه قرار سياسي. تنتهي هذه الاوضاع بقرار سياسي ان شاء الله، سياسي وهذا القرار باذن الله. انا سيدي الاسئله مع الدكتوره، يعني قصه الدكتور